السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هبتدي يعني سلسلة جديدة كده من الفيديوز بتاعة الماتلاب، يعني تبقى شبه شوية اللي احنا عملناه في الإكسل، بس يعني هتبقى الفوكس بتاعها على الماتلاب أكتر. هو كان دي حاجة كان كذا حد طلبها قبل كده، وفي يعني اوريدي كورس ده أنا بدرسه في جامعة القاهرة، وهيبقى مفيد للناس اللي بتاخد الكورس، ولو حد بقى حابب يستفيد منه في حاجة بعد كده. فالفيديو يعني الفيديوز دي هتبقى فيها حاجات كتير يمكن اتشرحت قبل كده في الاكسل، فانا مش هعيد شرح الحاجات تاني. هحط الديسكريبشن بتاع او اللينكس بتاعت الفيديوز التانية في الديسكريبشن، بحيث اللي عايز يرجع بقى للفيديوز التانية يبص عليها ويرجع هنا بقى يشوف الموضوع بيتعمل ازاي على الماتلاب، بدل ما نقعد نعيد شرح في حاجة اتشرحت قبل كده. الفيديوز برضو حاول اخليها قصيرة على قد ما اقدر، بحيث ان هي ما تبقاش مملة. هو الماتلاب يمكن دمه تقيل شوية في الاول قبل ما الواحد ياخد عليه، بعد كده هتلاقوه حاجة يعني هايلة جدا جدا جدا. فخلينا يعني نمشي الاول واحدة واحدة كده. واول كام فيديو هنبقى بس بنتكلم على السوفت وير، نفهم هو ايه اللي بيحصل فيه، شكله عامل كده ليه، ايه اللي بيحصل ده. فلو جينا نبص هتلاقي ان هو ما فيهوش سيلز زي قبل كده، ما فيهوش ريبونز، فيها حاجات كتير زي المره اللي فاتت، هما 3 ريبونز بس، وفيهم حاجات بسيطه جدا، ابس على بلوتس على ما اعرفش ايه. فهو مش هو اليوزر فريندلي سوفت وير قوي. هو يعني اقوى من الاكسل بكتير جدا جدا جدا، از كومبيوتيشنال تول، يعني يقدر يعمل حاجات كتير قوي الاكسل ممكن ما يقدرش يعملها. وهو بالتأكيد بيقدر يعمل أي حاجة الإكسل يقدر يعملها. في حاجات طبعا بيبقى الإكسل أحسن كتير، لو هي حاجة بسيطة يعني مش محتاجة تعقيدات كتير في الشغل، فهيبقى الإكسل طبعا أحسن وأسهل والتعامل معاه أبسط. لكن في حاجات تانية هيبقى الماتلاب أهم، يعني أسهل كتير إن أنا أتعامل بيه، وهيطلع لي نتايج كويسة جدا من غير ما أعمل مجهود كتير. فخلينا نبص بصه كده على السوفت وير. هو اللي عندي كذا ويندو زي ما انتم شايفين كده. الديفولت بتاع الماتلاب ممكن ما يبقاش فيه كده، يعني هشوف كمان شويه صغيرين ازاي تقدر تغير اللاي اوت. بس هو اللاي اوت اللي قدامنا ده هو اللاي اوت اللي فيه الحاجات الاساسيه. في هنا الكوماند ويندو اللي هي المكان اللي انا بكتب فيه الكوماند زي ما باين بالاسم، ده اللي بكتب فيه الانبوت بتاعي، فاللي انا عايزه بحطه هنا بكتبه هنا. في حاجه هنا اسمها الورك سبيس اللي هو المكان اللي بتظهر فيه النتائج بتاعتي، ده اسمه الهيستوري، دي هي الحاجات اللي انا عملتها من زمان. بقى هتلاقي كل الكلام اللي انت كتبته هنا موجود في الحتة بتاعت الهيستوري دي، وبيبقى ظريف لان انا لو مثلا حبيت لاي سبب من الاسباب اجيب حاجة من اللي انا عملتها قبل كده، مثلا عايز دي مثلا حاجة انا عملتها قبل كده وعايز استخدمها تاني، فبدل ما اقعد اكتب السطر الطويل ده كله هتعمل دبل كليك عليها او تعمل لها دراج هنا، ايهما يعني الاثنين هيطلع لك نفس الحكايه. وديني هو عملت اوبريشن هنا وظهرت لي هنا، فباين عندي هنا النتيجه ان انا عرفت حاجه اسمها ايه. خلاص، في هنا حاجه اسمها الكرنت فولدر اللي هو مكان على الكمبيوتر السوفت وير بيدور على الفايلز فيه، يعني هنجيله قدام ان شاء الله. بس يعني خلينا نتفق ان دي الفولدر المفتوح اللي لو في اي حاجه عايز اندهها او حاجه عايز افتحها هتتفتح من الفولدر اللي انا محدده ده. طب انا الديفولت ما بيبقاش ده، الديفولت بيبقى الفولدر ده بروجرام فايلز ماتلاب، ده الفيرجن بتاعت 2017، فده اسم الفولدر بتاعه في البروجرام فايلز، وبعد كده البن. ففي شويه فايلز كلها حاجات سيت اب وحاجات ليها دعوه بالسوفت وير نفسه. فانا في العادي ما بحبش احط حاجه في المكان ده علشان ما اعكش الدنيا، فانا فتحت فولدر تاني وحطيت فيه الفايلز بتاعتي، او ده اللي انا هكمل شغل عليه بعد كده. فخلاص انا كده فهمت ايه هو اللاي اوت. طب افرض اللاي اوت بتاعي مش كده، هتلاقي هنا في الهوم باتن او في الهوم تقريبا، اسف، هتلاقي في حاجه هنا اسمها اللاي اوت. لو فتحتها هتلاقي حاجه اسمها ديفولت، ده اللي هيبقى موجود اول ما تعمل سيت اب للماتلاب، في ورك سبيس، كوماند ويندو، وكرنت فولدر، مش موجود في الهيستوري. طيب انا عايز ازود حاجه على اللاي اوت، لو دوست تاني على اللاي اوت ده هتلاقي هو ليه اشكال كتير، في تو كولمز ان هو يحط الورك سبيس والكرنت فولدر مع بعض، في ان هو يجيب لك كل حاجه، يشيل كل حاجه ما عدا الكوماند ويندو هي بس اللي تبقى موجوده، في من اللاي اوت ان الكوماند ويندو بس. المره اللي فاتت كان الاثنين موجودين، الكرنت فولدر والورك سبيس، بس مفتوحين على جنب. لو انت عايز تفتح حاجه فيهم تدوس عليها مره ولا مرتين عشان تتفتح.
انا متعود على ان يبقى في معايا الكوماند هيستوري، فهختار هنا في الكوماند هيستوري ان هو يبقى دوكت. وممكن بقى تظبط اللاي اوت براحتك، يعني انا مثلا عايز الكوماند ويندو يبقى في النص، وعايز الورك سبيس يبقى فوق الهيستوري. انا حر بقى، محدش شريك، يعني انا اعمل اللي انا عايزه. وعايز الشكل يبقى عامل كده خلاص. فهو ده الشكل اللي ظهر عندي دلوقتي. الكوماند ويندو رجع تاني زي ما كان، وادي الورك سبيس، وادي الهيستوري، وادي الكرنت فولدر. فخلينا نشوف. انا بقى دلوقتي واحد فتحت الماتلاب جديد وعايز ابتدي اتعامل معاه، هعمل ايه؟ خلينا نفهم الاول هو بيتفاهم ازاي. انا دلوقتي عايز اعمل اي حاجه، فانا مثلا عايز اعرف فاريبل جديد هسميه ام خلاص. فهقول مثلا ام بواحد خلاص. فقال لي خلاص انا عرفت لك، انا خلاص حطيت ام بواحد، وكتب لي هنا على الجنب ان في ام بتساوي واحد، وكاتب لي جنبها سايز واحد في واحد. ايه حكايه السايز دي؟ حكايه سايز ان الماتلاب اساسا اسمه مات، جاي من ماتريكس، يعني هو اساسا كل شغله ماتريسيز. فاي حاجه انت هتعرفها له هو هيفهمها انها ماتريكس. طب هو رقم واحد هيفهمه انه ماتريكس واحد واحد، الموضوع بسيط جدا خلاص. طيب انا عرفت حاجه تانية اسمها ان هتساوي اتنين خلاص، فعارف لي هنا ان في حاجه تانية ام وان، ان بتساوي اتنين وام بتساوي. ممكن اقول له انا عايز احسب حاجه اسمها او هتساوي ام بلس ان، فقال لي الاو هتبقى بتلاتة، ما فيهاش فن يعني خلاص. ولو خدت لو تاخدوا بالكم برضو الحاجات اللي انا عملتها هنا كلها اتحطت هنا خلاص. طب انا مثلا هنا بقول له ان ايكوالز 2، بيقول لي طب انا حطيت لك ان ايكوالز 2. طب انا مش عايز اشوفها، طب انا عارف ان بتساوي 2 بتكتبها لي ليه؟ فانا عايز اعملها من غير ما تبان، فانا هحط في الاخر سيمي كولون. خلينا نعرف فاريبل جديد بي مثلا بيساوي 10، وهحط سيمي كولون. فهو ما قاليش ان البي ب 10، بس هو عارف انها 10 لان هي مكتوبه هنا انها ب 10 خلاص. ممكن استخدمها، فانا ممكن اقول له مثلا الكيو هتساوي 2 في بي خلاص، بقت ب 20 اهي خلاص. فلو انا عندي انبوت مش عايز اشوف النتيجه بتاعته، او انا عارف النتيجه بتاعته مسبقا ومش عايز ازحم الدنيا، ممكن جدا جدا ان انا احط سيمي كولون وتبان لي هنا ومش هتبان لي هنا خلاص. الاوبريشنز بتاعت الماتلاب هي نفس الاوبريشنز بتاعت الاكسل، الجمع بلس، المالتيبليكيشن هو الماينس، والمالتيبلي للاسف السبتراكشن ماينس، المالتيبليكيشن هو الستار، الديفيجن هو الباك سلاش. هتلاقي ان الباور هو الشيفت 6 اللي هو الهات ديت، وهتلاقي ان البراكتس هي اللي موجوده خلاص. فهو يعني ك ك ك كتابة equations مش هيفرق عن الاكسل في اي حاجة خالص خالص خالص. هي نفس كل حاجة احنا بنستخدمها بفروقات بسيطة هنشوفها قدام ان شاء الله كويس. طيب انا خلاص كده عرفت عملت شوية حاجات واستخدمتها وخلاص، مش عايز اشوفها تاني خلاص. انا خلصت الكلام ده وعايز افضي بقى عشان اشتغل في حاجة تاني. في function لطيفة جدا اسمها CLC، دي هتفضي لك الكوماند ويندو بس هتخلي لك الورك سبيس اللي فيه موجود. وفي حاجة اسمها كلير خلاص، كلير دي هتشيل لك الكل في ورك سبيس خلاص. طيب انا عايز ارجع تاني اعرف الام والان، هعمل دبل كليك عليهم زي ما اتفقنا من الهيستوري. طيب انا عايز دلوقتي اقول له ان انا عايز احسب مثلا جي هتساوي، لا انا هنا عايز الجي هتساوي 10 في ام. طيب ادي حاجه من الحاجات الكومن جدا 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 اللي بتحصل، ان يطلع لك ايرور يقول لك ايه انا مش عارف ايه ده. طب ما انا كاتب ام، بس خلي بالك الام دي لور كيس ودي ابر كيس، يعني دي سمول ودي كابيتال. فهو الماتلاب از كيس سنسيتيف سوفت وير، يعني هو بالنسبه له الام الصغيره غير الام الكبير. فلو انا عايز اعمل الحكايه دي، هو حتى يعني في الفيرجنز الجديده ابتدى يعمل الحكايه دي، ودي حاجه لطيفه جدا جدا ان هو بيقترح عليك التصحيح. فبيقول لك انت تقصد ام الكبيره، فهقول له اه والله انا ما كانش قصدي الصغيره، انا قصدي الكبيره خلاص. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا ان انا قدرت افهم دلوقتي ازاي ادخل ايكويشن بسيطة طبعا، ازاي اعرف ان هو فهمها، وازاي اقدر اعمل لها ريكول، وازاي اقدر استخدم حاجة من الحاجات اللي في الهيستوري، وعرفت السوفت وير شكله عامل ازاي. فانا هوقف على كده دلوقتي واكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.